خير، يعطيكم العافية. معكم كوتش روما لحام، مدربة جمباز ولياقة بدنية، ومعي طلابي الحلوين. اليوم رح نعمل أنا وياهم معكم تمارين مرونة وإطالة للجسم، ستريتشنج فول بودي. هاي التمارين كتير مهمة للصغار الكبار بشكل عام، وكتير مهم إنه نشجع أطفالنا من هم صغار إنهم يعملوا تمارين رياضة، سواء كان مرونة أو لياقة بدنية. خلينا نبلش مع بعض. أول شيء رح نعمل نمد حالنا لفوق، ستريتش اب، ناخذ نفس، ننزل تحت، نفس عميق، نطلع فوق كمان مرة، تحت. هلا رح نفتح رجلينا اكثر من مستوى كتافنا بشوي، ننزل مع بعض لتحت، نروح لايدينا لقدام ونطلع فوق، نحاول نعملها 8 مرات up and down. أهم إشي نكون عاملين إجرينا مستقيمين، نتأكد إنه ركبنا مستقيمين 100% وظهرنا مستقيم. هلا بدنا نحاول نثبت قد ما نقدر. طبعا ممكن تواجهوا صعوبة بالبداية، بس مع الوقت رح تلاقوا حالكم تنزلوا أكثر وأكثر. اللي بيواجه صعوبة ممكن يزيد شوي فتحة رجليه لحد ما يوصل الأرض. هلأ رح نروح لليمين، نحاول نقرب صدرنا لركبتنا قد ما نقدر، نتأكد إنه ركبنا مستقيمين أهم إشي. نرجع للوسط، نروح للجهة الشمال، ننزل أكثر، نرجع للوسط ومنسكر. هلأ ناخذ نفس عميق. هلا رح نقعد وضعية الجلوس، ناخذ وضعية الجلوس، رح نتني رجل واحدة، نحاول نخلي ظهرنا مستقيم ومرفوع، نرفع ايدينا التنتين لفوق، رح نعمل up and down، نروح لبعيد ونرجع نطلع لفوق. اهم اشي نحافظ على وضعية ال straight knees، ركبنا يكونوا مشدودين على الاخر. كل هاي التمارين ممكن تواجهوا شوي صعوبة فيها بالبداية، بس مع الوقت رح تلاقوا حالكم تنزلوا أكثر وأكثر. هلأ نحاول نمسك. بالبداية ممكن ما تقدروا تمسكوا أصابع إجريكم، فبنمسك هون أو هون، شوي شوي رح تلاقوا حالكم تنزلوا وبتمسكوا وبتنزلوا التشست كمان. هلأ رح نعمل الرجلة الثانية. أهم إشي بهذا التمرين نتأكد إنه إجرينا مستقيمين قدامنا، مش على الجنب ولا رايحين لجوا، نتأكد انه اجرنا بالضبط بالنص. برافو بنات. نحاول ننزل، اول شي نعمل up and down مع نفس. برافو بنات. هلا نحاول نثبت شوي قد ما نقدر ونتأكد انه كتافنا مستقيمين قدام. ممتاز. هلا رح نخلي اجرينا التنتين مع بعض، نرفع ايدينا لفوق، نفس التمرين بس رح يكونوا اجري التنتين مع بعض up and down. اهم اشي نركز على النفس. نشد اصابع اجرينا. هلا رح نعمل فليكس لاصابع رجلينا ونحاول نثبت. ممكن بالبداية ما نكون نقدر نوصل لأصابع رجلينا، فبنوصل بس لعند الكاحل أو لعند قد ما تقدروا يعني. كل إشي مع الوقت بصير. طيب هلا نحرك رجلينا شوي. برافو بنات. رح نعمل وضعية الفراشة. هاي الوضعية لازم يكون ظهرك مستقيم، نرفع ظهرنا لفوق، كتافنا مرفوعين والتشست لبرا. رح نحرك اجرينا مع نفس. هلا شوي شوي رح ننزل بالالبوز لتحت ونتفش حالنا شوي شوي،
بس نتأكد إنه ظهرنا مستقيم. نحاول ننزل بالتشست، ما نعمل هاي الوضعية، لازم يكون ظهرك مستقيم. هلا رح نفتح اجرينا للسايدز، ايدينا على الوسط، حاول نعمل زي نص دائرة روحة ورجعة على الخفيف. هاي التمارين دائما تمارين الإطالة المرونة، ممكن تحسي في صعوبة فيها أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بس التقدم والتحسن فيها بيكون كتير ملحوظ. يعني أول مرة من ثاني مرة ممكن تلاحظي فرق. هلا رح نروح على اليمين، نعمل فليكس بالتوز، نحاول نوصل لأصابع إجرينا قد ما نقدر. أهم إشي ركبنا مشدودين. نروح للجهة الثانية نفس الشي. هاي التمارين كتير مهمة للأطفال للصغار للكبار، بتناسب كل الأعمار. هلا رح نروح للوسط، حاول نمد ايدينا قد ما نقدر لقدام. طبعا اول شيء بتقدري تحطي ايدك هون او تحطي ايدك هون، مع الوقت شوي شوي رح تلاقوا حالكم تنزلوا اكثر لحد ما تصيروا تنزلوها. تقدروا تعملوها اول شيء up and down، بنزل وبطلع. هلا رح نعمل نسبة شوي فيها، نتنفس ونرخي عضلاتنا. اهم اشي انكم ترخوا العضلات عشان تنزلوا اكثر. طيب هلا سكر اجرينا، نحرك اجرينا شوي، نريحهم. هلا رح نعمل تمرين لعضلات الظهر كوبرا. رح ننام على بطننا، نرفع كتافنا لفوق، نسكر اجرينا من ورا. بنات سكروا اجريكم، ارفعوا ظهركم لفوق. اهم اشي خليكم بنات ظهركم يكون مرفوع لفوق، كتافك لورا. لازم نحافظ على وضعية الكتاف يكونوا مرفوعين، ونحاول نسكر اجرينا من ورا. اهم اشي كمان انه ايدك ما تكون رايحة لقدام ولا لورا، تكون بالضبط تحت مستوى كتافك. بالضبط، نرفع ظهرنا لفوق. برافو بنات. هلا من وضعية الكوبرا راح نروح ل child pose، ونعمل ستريتش لعضلات ظهرنا. ممتاز، نزلي حالك أكثر. برافو، لازم يكون جسمنا كامل لتحت، نمد حالنا لقدام، نمد عضلاتنا ونمد ايدينا قد ما نقدر لقدام عشان نعمل ستريتش لعضلات الكتاف. تمام، نرجع كمان مرة كوبرا. طلع فوق، ناخذ نفس، سكر اجرينا. ممتاز، نعمل ستريتش لظهرنا وكتافنا. وهيك بنكون خلصنا تماريننا لليوم. احنا عملنا تمارين بتقدر تحكي فول بودي، خفيفة لطيفة، بقدر كل حدا يعملها الصغار والكبار، وخصوصا الناس اللي بتكون قاعدة ورا مكتب او بتقعد لفترات طويلة. كتير مهم انها تعمل هاي التمارين عشان تحمي جسمها من الإصابات، سواء كان بالعمود الفقري أو إصابات بكل الجسم. يعطيكم العافية، بشوفكم بحلقات جديدة.